يريد المواطن يعرف منو هي السيدة بشرى، وين عايشة، وهل بالفعل عاشت معاناة أبو غريب وعاشت ويا الأهالي، لو كانت برا خارج القضاء هذا وبعدين رجعت لهم، فعرف الناس بيج سيدة بشرى. بشرى هي بنت قضاء أبو غريب وحياك، وأول مرشحة يمكن كامرأة من سكان قضاء أبو غريب الأصليين والحقيقيين، يعني أول امرأة أقبلت وشاركت بعملية المشاركة بالانتخابات البرلمانية. وأني ولادتي أبو غريب ونشأتي أبو غريب وأعيش حتى هاي اللحظة داخل قضاء أبو غريب، فمعاناة سكان أبو غريب هي نفس المعاناة اللي أني أعيشها، نفس المشاكل سواء على المستوى الخدمي، المستوى الصحي، أو حتى على تهميش أبو غريب في كثير من المجالات طيلة السنوات السابقة ومن الحكومات السابقة. نعاني من غياب الشعور بالمسؤولية، معاناة واحدة. تعرف أنه المرشح كل ما كان ينتمي إلى المكان اللي هو رشح عنه يكون أقرب إلى الناخب، وهو يكون يعرف أكثر شنو اللي يحتاجه الناخب بالوقت الحاضر. أزين. يعني هسه باعتباري مرشحة من قضاء أبو غريب ومن سكنة أبو غريب الأصليين والحقيقيين، نزلت بما يقارب سنتين للعمل بالمجال الخدمي، لأنه القضاء بحاجة إلى من يخدم في هذا المجال، فخصوصا يعني نعاني من عدم توفر مياه للشرب. يعني أبو غريب المركز يمكن تلقي بيها مياه شرب، ولكن كل ما يحيط أبو غريب المركز هي ما بيها مياه صالحة للشرب. زين.